في الفيديو ده حنتكلم عن بيلد قوي جدا ورائع باستخدام سلاح حتقدر تحصل عليه من بداية اللعبة، والسلاح ده طبعا في بداية اللعبة كان مشهور وقوي جدا، وايضا في نهاية اللعبة حيكون قوي جدا جدا. فبتمنى منك والدعم باللايك على هالفيديو والاشتراك على القناة، واذا حابب تدخل سيرفر الديسكورد الخاص بالقناة الرابط في الديسكريبشن. خلونا نبدأ في شرح البيلد. طيب السلاح المستخدم هو البلد هاوند فانج او ناب المتعطش للدماء، والسلاح ده معروف جدا في بداية اللعبة، وانا كان عملت عليه شرح كيف تحصل عليه في بداية اللعبة. والسلاح ده قوي جدا في بداية اللعبة نظرا لانه المهارة الموجودة فيه قوية بشكل اساسي وما محتاجة بف او تلسمين كثير عشان تصبح اكثر قوة. طبعا السلاح من نوعية كيرف جريت سورت، والموف سيت الموجودة فيه رائعة جدا وتطلق ضربات بشكل سريع والضرر فيها جيد، سواء كان ضربات عادية او ضربات صغيرة، وايضا الضرر بالستان دامج او البويس دامج فيها جيد. لكن الحاجة المجنونة في السلاح ده هي الاشا فور او المهارة الموجودة فيه بلاد هاوند فينيس او براعة المتعطش للدماء. عن طريق استخدام المهارة دي حتطلق ضربتين، الضربة الاولى حتجي بشكل سريع جدا وفيها 22 ستان دامج، والضربة الثانية ممكن تعمل بها دوج لبعض هجمات الاعداء اذا عملت لها توقيت صحيح، وايضا فيها 22 بويز دامج او ستان دامج. لكن الضرر الجسدي الموجود في الضربتين عالي جدا ورائع، عن طريقه حتقدر تقضي على الاعداء والزعماء بشكل سريع جدا، ودي الحاجة اللي بتجعل السلاح ده مميز جدا في بداية اللعبة. لكن طالما السلاح ده قوي جدا في بدايه اللعبه فاكيد حنقدر نخليه اقوى في نهايه اللعبه. طيب السلاح بتقدر تحصل عليه من اللعبه الرئيسيه في الجريس دي بالتحديد في ليم جريف بحيره اجيل الجنوبيه، من هنا تابع بها الطريق ده لحد ما تصل الى السجن ده، سجن الكلب المنبوذ الابدي. داخل السجن حيكون في زعيم اسمه دارويل وبيستخدم نفس السلاح، فغتهزمه حتقدر تحصل على السلاح، واذا حابب تحصل عليه بطريقه اسهل حاسب لك رابط شرح كيفيه الحصول على السلاح من بدايه اللعبه. طيب السلاح الضرر الموجود فيه عباره عن ضرر جسدي فقط، بيعتمد على القوة والبراعة، 18 نقطة في القوة و17 نقطة في البراعة، لكن السكيل الأفضل موجود في البراعة بي سكيل وسي سكيل في القوة، فحنركز النقاط أكثر شيء على البراعة، لكن أيضا إذا وضعت النقاط في القوة حتحصل على ضرر جيد. طبعا فيه تراكم نزيف بشكل أساسي 55، لكن ما فيه سكيل في الغموض عشان نقدر نزيد تراكم النزيف ده، فما حنعتمد على النزيف في السلاح ده عشان نقدر نحصل على ضرر إضافي. فتوزيع نقاط القوة في مستوى 255 نقطة في الحيوية، القدرة العقلية 20 نقطة، التحمل 40 نقطة نظرا لأن المهارة استهلاكها عالي جدا في التحمل اذا حاب تستخدمها باستمرار، القوة 40 نقطة، لكن بعد تضع 80 نقطة في البراعة عشان تقدر تحصل على ضرر جسدي عالي لان السلاح بيعتمد عليهم الاثنين، الايمان 25 نقطة عشان نقدر نستعمل تعويذة جولدن فاو وهبة المباركة، الغموض 10 نقاط عشان نقدر نستعمل تعويذة بلاد فليم بليد. التعويذة دي طبعا حتشغل سلاحنا بنوع من اللهب الاحمر، نفس اللهب اللي بيستعمله لورد الدماء موغ، عن طريق الحاجة دي حنقدر نعمل تراكم نزيف بشكل جيد على بعض الاعداء او الزعم، حتدينا ضرر اضافي بالنسبة لجميع الضربات المستخدمة في السلاح، فدي حاجه كويسه جدا ممكن نستعملها في السلاح ده. والتعويذه دي حتقدر تحصل عليها من الجريس دي بالتحديد في بحيره لورينيا انقاض البحيره الساقطه، من هنا تابع بها الطريق ده واتجه الى الكنيسه اللي فيها القناع الابيض فارغ. خلف الكنيسه في المنطقه دي مباشره حيكون في حشره سحريه، اهزمها وحتقدر تحصل على التعويذه. طيب بجانب السلاح طبعا مستعملين ختم قربان التنين عشان نلغي بعض التعويذ، وايضا عندنا تعويذه هجوميه وهي البلاد فليم بليد، فلازم تستخدم الختم ده عشان تقدر تحصل على ضرر عالي، لكن ممكن تستعمل اي ختم اخر شرط ان يكون مطور فول ماكس، لكن من الافضل انك تستعمل الختم ده. في الدرع هنستعمل درع الرشاشه بشكل كامل حيدينا ضرر اضافي بالنسبه الى قوى الهجوم بنسبه 8%، وفي التلزمن هنستعمل شارد اوف الكسندر عشان نقدر نحصل على ضرر اضافي بالنسبه للمهاره بنسبه 15%، وشعار السيف المجنح او الروتين وينجت سورد انسجنيا عشان نزيد قوه الهجوم بالنسبه للضربات المتلاحقه بنسبه 13%، وهنستعمل تلزمن سيف كلتا اليدين ده هيزيد قوه الهجوم لما تمسك السلاح بيدينك الاثنين بنسبه 15% بالنسبه الى الضربات العاديه فقط، ما هيعمل تأثير إضافي على المهارة. وآخر حاجة هنستعمل طرف ميليسنت الصناعي ده هيدينا 5 نقاط إضافية في البراعة وهيدينا زيادة في قوة الهجمات المستمرة بنسبة 11%. طبعا في تلزمن أخرى ممكن تستعملها مع السلاح ده، ممكن تستعمل تلزمن درع التنين العظيمة عشان تزيد قوة الدفاع بنسبة 20%، أو ممكن تستعمل تلزمن الخنجر عشان تزيد قوة الضربة الحاسمة نظرا لأن السلاح فيه ستان دمج عالي فهتكسر قدرة تحمل الأعداء بشكل جيد، لكن معظم الزعماء بتكسر قدرة تحملهم بيكونوا على وشك الموت فما هيكون في فايدة من الحاجة دي بشكل كتير جدا، الا زعماء زي رادان ومدرا نظرا لانه الهيلث عندهم كتير جدا فحيكون استخدام التلزمن ده جيد جدا معاهم. وايضا نفس الشيء بينطبق على نصل الرحمه، ده حيزيد قوه الهجوم بعد حصولك على الضربه الحاسمه بنسبه 20%، فبقترح انك تستعمل التلزمن ده ضد مدرا ورادان او اي زعيم بيكون الهيلث عنده عالي. وزي ما ذكرت لكم سابقا ما هنعتمد على لورد الدماء عشان نحصل على ضرر اضافي نظرا لانه معظم الاعداء حيموتوا قبل ما النزيف يحصل. طبعا السلاح فيه تراكم نزيف لكن ما عالي، وحتى اذا حصل هيحصل في نهايه القتال فما في داعي نستعمل التلزمن ده، فده افضل سيت اب. وامام مدرا ورادان استعمل نصر الرحمه وتلزمن الخنجر.
وبما ان الضرر الموجود في السلاح عباره عن ضرر جسدي فقط، فحنستعمل البلاد بويل اوتوماتيك ده هيدي زياده في قوه الهجوم بنسبه 30% لمده دقيقه كامله بدلا عن استخدامنا لتعويذه فليم جراند مي سترينجز. طيب في التعويذ حنستعمل هبه المباركه عشان نجدد الهز باستمرار، وجود ديفاو او العهد الذهبي عشان نرفع قوه الهجوم والدفاع بنسبه 15%، واخر تعويذه نصل لهب الدماء او البلاد فليم بليد عشان نقدر نحصل على ضرر اضافي ونعمل بليد بيلد اب للاعداء بشكل اكثر. وطبعا اذا ما عندك البلاد بويل اوتوماتيك ممكن تستعمل فليم جراند مي سترينجز حتديك زياده في قوه الهجوم بنسبه 20% لكن ل 30 ثانيه. فاذا عندك البلود بويل اوتوماتيك حيكون افضل. في الفلاسك فندرس فيزيك حنستعمل الدمعه المختصه للدماء، عن طريقها حنقدر نحصل على ضرر اضافي بنسبه 20% لمده 3 دقائق، وايضا حنستعمل دمعه الشوكه الحجريه المتصدعه عشان نقدر نكسر قدره تحمل الاعداء بشكل سريع، حتدينا ضرر اضافي بالنسبه للستان دامج بنسبه 33% لكن لمده 30 ثانيه فقط، فدي مشكلتها. فممكن تبدلها اذا حابب بالدمعه المتصدعه الشائكه او السور كراكتر، ده حتزيد قوه الهجمات المستمره بنسبه 20% لمده 3 دقائق. لكن طبعا بركز في معظم القتالات على ان اكسر قدره تحمل الاعداء، فحاستعمل دمعه الشوكه الحجريه او الستون بارب كراكتير. في الجريت رون حنستعمل روم وورجوت عشان نقدر نحصل على هيلز عالي نظرا لانه الدفاع عندنا قليل، واخر حاجه مستوى مباركه شجر سكادو عندي 20 عشان اقدر احصل على اكثر ضرر ممكن من السلاح. طيب بالنسبه لتسلسل البف او الفعل الجريت رون الخاص بك، بعدها استعمل تعويذه هبه المباركه، استعمل جولد انفاو او العهد الذهبي، واشرب البلاد بول اروماتيك، اذا ما عندك ممكن تستعمل تعويذه فليم جراند مي سترينجز، واعمل البلاد فليم بليد او نصل اللهب، واشرب سحر، اشرب الفلاسك اخر حاجه نظرا لانه زمنه قليل 30 ثانيه في الستون بارب كراكتير، ندخل الى مزمر نكسر قدره التحمل لكن بيكون على وشك الموت. يبقى هنا ضربه بالمهاره كويس، ايوه ضربناه كلام جميل، ايوه ضربه ثقيله كلام جميل، زي ما شايفين ضرر السلاح عالي جدا اعلى من الاستندمج. ديو هنا مهاره كسرنا قدره تحمله ليه لكن قام سريع حاجه غريبه والله لكن هنا السلاح ضرره عالي جدا، فما حتستفيد اذا استعملت النزيف او كسر قدره تحمل الاعداء. طيب كوماندر جايس حاول نكسر قدره تحمله عشان ما يهرب ونقضي عليه بشكل سريع، طبعا دي الفايده في انك تكسر قدره تحمل الاعداء. ديو تاني ضربة الله يا ما له عمل الكومبو بتاعه ده سريع كده، ادي ورح ادي ودي ايوه ايوه شايفين ديو لك كريتيكال ما اعرف لكن ما اظن شكله حيهرب مننا. الله يا المهارة الجزء الثاني ما جاء في الوقت المناسب عشان اعمل بيو دوتش لكن ما مشكلة الله يا طيب رينالا حنستعمل معها نصل الرحمة وترس من الخنجر عشان نكسر قدرة تحملها ونحصل على ضرر اضافي. ضربتنا الله يا ادي ضربة الله يا راح اديها ثاني ايوه يلا قعدي تحت استريحي ادينا الكريتيكال ده اوه النزيف جه عاد خلاص شنو خليه تقوم الله استريحي دايم يا الله الفينش جه سمح حديد متعة السلاح ده صراحة. طيب الاسد الراغص طبعا نوعية الزعمة اذا هبشته ساي بيعمل بيست ترانزيشن بالسلاح ده، مشكلة بيجيني قريب ما شايف اي شيء الله يا كنت اقدر اعمل اي فريم بال لا 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 انا حصل له نزيف الله يا خلاص يا اخي انتهى ده اقتله هاي اقتله هاي بعد ده خلاص دي مشكلته في الفيز الثاني متعب جدا بحركاته الكثيره. طيب الجولدن هيبو هنكسر قدره التحمل بشكل سريع، الاستم ما عنده عالي تولك ضربه هنا اوه ضربته جات معاي اديه يا اخي ضربه يا اعمل ترانزيشن التي واي وين 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 يلا والله الناب المتعطش للدماء ده مجنون يا. طيب العجوز مدرة طبعا حنركز على اوه ان نكسر قدرة تحمله فقط، راح يا صاحبي يا مجنون تبقى هنا ضربات عادية
نديو تاني. اديو اديو. الله يا دي كيف ما جات. اديو اديو. الله هيا اخي قوة تحت. كلب واحد رح رح. لا 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 لا. الله يا. كنت دار اضربه في الجو. الله يا اخي استريح يا اخي مالك ما مت قبل. قتلني معاه. لو كان طربته هو نازل كان انتهى. طيب رومينا هنحاول نكسر عضلة التحمله بالمهارة. لكن اولا هنديها ضربة صغيرة. تعال يا اخي كينا ما كان تشيلين معاك. رح رح رح. الله يا. اي اي كريتيكال رح. اي اي نستفيد من الترز من المستعملين النادي. هتدينا لكن حس هنا. ارجع ارجع منا. لا عرفتها يا اخي. رح انا برجعك هنا اللخط. يلا 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 يا اخ مستحيل يا اخي. البيت دي فضل الله شنو. يلا استريحي. طيب رادان حاول نكسر غضوة تحمله. انا ما ادري يا رح تعال. انتبه هنا ضربة صغيرة ما يقوم يعاقبنا. الليل 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 لا يعمل مهارته دي يا مشكلة. رح تعال يا اخي اعمل حركات ضابطة. اي 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 رح. اي اي رح. ادي ودي ودي. كلام جميل. ادي اي اقعد تحت ما جينا على الاخو. اقعد هنا قبلك انفجارك ده بناكله سايبل. الله يا اخي تاخرت ما اعرف ليه. استمنه ما لاحظت لها. ما مشكله شوفوا حيعمل شنو. هيقول داري يهرب. اديو اديو. الله يا اخي هرب ود الذين. مشكله هنا ده انا رجعوا انتظروا ليك هنا. رح رح تعال بتصق بتعمل حركتك دي. رح ها رح اديو اديو. يا اخي معقوله يا اخي مستحيل يا اديو. رحها خلاص خلاص انتهى. ما في استمنة. الحصل شنو يا جماعة؟ جاو نزيف ولا جاو شنو ولا أنا ضربته؟ يا لها من نهاية. بس ده كان الفيديو لليوم. صراحة النهاية عجيبة جدا. ما تنسونا باللايك والاشتراك على القناة وشكرا.